الفجر في هذا الإقليم الجميل، مشهد صباحي في إحدى زوايا ميندناو في مدينة ساجايان دي أورو، حيث تنتظر السفن الراسية بصبر على الضفة، رموز نمط شائع من أنماط النقل في منطقة غنية بالجزر. أصبحت ساجايان دي أورو أحد الموانئ الرئيسية في ميندناو. جزيرة ميندناو ثاني أكبر جزيرة في الفلبين بعد جزيرة لوزون، تغطي 34% من المساحة الكلية. تقع ميندناو في أقصى جنوب الفلبين، يشكل سكانها 16,023% من المجموع الكلي. بحكم موقعها الذي لا يبعد كثيرا عن بحيرة لاناو، تعتبر ساجايان دي أورو عاصمة الإقليم الشرقي لميسامي. يصل ركاب المعديات القادمون من لوزون وفيساياس قبل شروق الشمس. هذا النمط الملائم من أنماط النقل شجع سكان لوزون وفيساياس على الهجرة إلى ميندناو منذ الخمسينيات، ولهذا لم يعد المسلمون يشكلون الأغلبية في هذه الأقاليم اليوم. مع ذلك في عام 1996 منحت حكومة الفلبين رسميا الحكم الذاتي لأربعة أقاليم مسلمة في ميندناو: تاوي تاوي وهولو، لاناو ديلسور، ماجنداناو. كانت هذه الخطوة مساومة على المطلب الأصلي للمسلمين في ميندناو الذين طالبوا بالحكم الذاتي ل13 إقليما في ميندناو كانت في السابق تحت حكم سلطنتي ماجنداناو وسولو. من بين الأقاليم باسيلان، زامبوانغا ديل نورتي، زامبوانغا ديل سور، لاناو ديل نورتي، لاناو ديل سور، ماجنداناو، شمال كوتاباتو، جنوب كوتاباتو، وسلطان كودارات ودافاو ديل سور. بقية الأقاليم الواقعة إلى الغرب غير مكتظة بالسكان للتهديد المستمر للأعاصير. من بين كل الأقاليم المسلمة تعتبر لاناو ديل سور الإقليم الرئيس في الفلبين الذي سيستمر الإسلام فيه بالازدهار والتطور. السفر برا من ساجايان إلى مدينة مراوي عاصمة لاناو ديل سور يستغرق نحو 2.5 ساعة. هذه هي نقطة الدخول إلى لاناو ديل سور. المشهد لا يختلف عن مشهد القرية في ماليزيا. هنا يسهم القطاع الزراعي بنحو 70% من الدخل الكلي. ميندناو هي المساهم الأكبر لقطاع الزراعة في الفلبين بإنتاجها لنحو 36% من إجمالي الناتج الزراعي. أكثر من نصفه يأتي من أقاليم الحكم الذاتي المسلمة. تعتبر الفلبين أكبر منتج لجوز الهند في العالم. نصف المنتج يأتي من ميندناو. كلما ازدادت الثقافة الملاوية وضوحا كلما توغلنا أكثر في لاناو ديل سور. بإمكاننا رؤية المساجد ودور الصلاة طوال رحلتنا إلى مراوي. هذه الأرض الخصبة شهدت تراثا إسلاميا طويلا فوق ترابها يمتد لأكثر من 500 عام. تراث عجز عن استعماره الإسبان والأمريكان. هذا وسط حياة المدينة في مراوي اليوم. أثناء البداية بني دون عون من مانيلا نظرا لأنه كانت هناك مشكلة تتعلق بسلطة الحكم الذاتي لأقاليم المسلمين هنا، وعليه فإن بدايات هذه المدينة لم تشهد سوى عملية تطوير متواضعة للبنى التحتية. معلم المدينة هو جامع مراوي الذي يتوسط المدينة ويدلل على الثقافة المراوية التي تستند على التعاليم الإسلامية. الزمن يعود إلى مساره الصحيح
الحكومة المركزية في مانيلا منحت تعاونها من خلال التسليم بأن هذا الإقليم هو أحد أقاليم الحكم الذاتي الإسلامية في الفلبين عام 1996 تحت قيادة جبهة تحرير مورو الوطنية. 100% من سكان ماراوي من المسلمين، الغالبية العظمى منهم تنتمي إلى طائفة ماراناو ملايو العرقية. الاسم ماراناو مأخوذ من مختصر ما ويعني ملايو، راناو ويعني بحيرة، فمعناه بحيرة الملاويين. لهذه الطائفة العرقية أوجه تشابه مع ملاوي ميلاناو في سراواك في ماليزيا، حتى ملامحهم وبنيتهم الجسدية تشبه تلك التي للملاويين. للطعام التقليدي هنا أوجه تشابه عديدة مع الطعام التقليدي في ماليزيا وإندونيسيا. مشهد السوق يشبه مشهد السوق في البلدان الأخرى التي يقطنها الملاويون. هناك العديد من أوجه التشابه الأخرى، مثلا الأرز صنف لا غنى عنه من أصناف الغذاء. بالنسبة للملاويين في هذا الإقليم الأرز هو المحصول الرئيس هنا، تشكل حقوله في ميندناو ربع المساحة الكلية لحقول الأرز في الفلبين. الطلب عليه لا يزال قويا على الرغم من النفوذ الغربي الذي جلب أنواعا أخرى مثل القمح، والسمك المدخن مرغوب أيضا هنا. تعتبر بحيرة مورو أكبر منطقة لصيد الأسماك في الفلبين. ناتج صيد الأسماك من بحيرة مورو هو الأكبر مقارنة بمناطق أخرى في ميندناو. تسهم ميندناو بربع الناتج الكلي لصيد الأسماك في الفلبين. وفرة المصادر الغذائية من بحيرة مورو تزود القرويين بأنواع عديدة من الأطعمة البحرية، وهو أحد مصادر الرزق بالنسبة للمراويين في الوقت الحاضر. في الفلبين هناك وفرة في محصول ثمار المانجا. تعتبر الفلبين أحد أكبر مصدري المانجا في العالم، تصدرها إلى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. تقترن مهنة الحدادة أيضاً بسكان البلدان الأخرى في الملايو. حفر الكليشيهات والنقش تأثر أيضاً بالفن العربي. مع ذلك فإن أكثر الأشياء تميزاً هو كريس أي الخنجر، السلاح الوحيد الفريد من نوعه الذي كان على الدوام رمزاً لمهنة الفنون العسكرية. من كان سيعتقد بالرغم من انفصالهما سياسيا وبنيويا عن ملاوي ماليزيا وإندونيسيا فإن ثقافتهم ما تزال متشابهة. كل هذا يثبت بأن تراث الملايو ما زال قويا في هذه المنطقة. عادة ما تملك النساء المتاجر، تضاهي هذه الملابس النسائية الملابس النسائية في بلدان الملايو الأخرى. من بين صفوف الحوانيت المنزلية يوجد قسم تحت الأرض يضم حانوتا للخياطة، السبب تدني الأجرة. بسبب الإرباك الذي أصاب البنى التحتية لا يمكن تزويد هذه الأماكن بالكهرباء. لكن هذا لا يضعف الروح المعنوية للشابة خديجة التي تساعد أمها في أعمال الخياطة منذ نعومة أظافرها. إنهما تزودان عشرات المحال في المدينة بالملابس. الأسواق الصغيرة لبيع الملابس تهيمن هي الأخرى على الحوانيت الموجودة تحت الأرض. هذا هو المحيط الملون لمدينة ماراوي الواقع مباشرة بجانب بحيرة لاناو. بدأ في عام 1380 ميلادي عندما أبحر أحد العرب واسمه طوعان مشايخة إلى هولو، تزوج من ابنة أحد نبلائها. في عام 1450 وصل عربي آخر يدعى أبو بكر. قدم أبو بكر من بلمبانغ وتزوج من ابنة ملك باغندا باراميسولي.
توج كأول ملك لسولو، سمي بسلطان شريف الهاشم. بدأ انتشار الإسلام في جزيرة مندناو بوصول عربي آخر اسمه شريف مراجا إلى ماغنداناو قادما من جوهر. في عام 1475 وصل إلى مالابانغ قادما من جوهر الملك كابانغ سون، ثم عرفت مالابانغ باسم سابانيلا. انتخب كأول سلطان لماغنداناو وحكم من سالانغان، المدينة التي بناها تعرف الآن باسم كوتاباتو. تبع هذا تحول القاطنين على طول ضفاف نهر سيموي وصولا إلى زامبوانغا، عندئذ فقط وصل الإسلام إلى منطقة بحيرة لاناو. في القرن 17 دافا وبولوان وجزيرة سامال وحتى باكيدنون شمالا خضعت لنفوذ سلطنة ملايو ماغنداناو في كوتاباتو، باستثناء إقليمين ساغايان دي أورو ودابيتان. تطور تراث الملايو الإسلامي استمر إلى الجيل الحالي في مراوي. في مدينة مراوي يوجد عدد كبير من المساجد في مواقع متقاربة، أغلب هذه المساجد يبدو وكأنه ما زال قيد الإنشاء. جامع المركز الإسلامي هذا يبدو هو الآخر وكأنه ما زال قيد الإنشاء. فوجئنا لمعرفة أن هذا المسجد تأسس منذ عام 1956. الجوامع التي لم يكتمل بناؤها تعكس الصعوبة التي يعاني منها السكان في الحصول على التمويل الكامل، فعملية التطوير يجب أن تتم على مراحل سنة بعد أخرى وحتى يومنا هذا. هذا المسجد لا يزال قيد الإنشاء. انعدام التمويل الأساسي أحد الأسباب الرئيسة التي تحول دون إتمام العمل في هذا المسجد. مع ذلك باعتبار أن المسجد يمثل شريان الحياة لمجتمع المسلمين، فإن جهود تطويره لم تتوقف أبداً حتى بعد 46 عاماً. حتى اليوم تم إنفاق 3 ملايين بيزوس لإعمار هذا المسجد. هذا نتاج يد السكان المحليين لتجميل الجزء الداخلي للمسجد، عمليات زخرفة وتجميل. قاعة الصلاة تعكس الصفة المميزة لفن العمارة المحلي. التطوير الروحي لهذا المسجد يرافق تطويره البنيوي. هذا هو الحاج عبد الغفور متكي ألونتو، البالغ من العمر 78 عاما. كان في شبابه عضوا في جبهة تحرير مورو الوطنية قبل أن يكلف بمهمة إدارة حكومة مراوي المحلية. إنه رئيس المركز الإسلامي وأحد أبرز الأنصار الذين يناضلون من أجل تعزيز عملية تطوير هذا المسجد. هذه إحدى قصص الكفاح من أجل بناء صرح تراثي إسلامي في مراوي. بالرغم من ضيق ذات اليد، فإن تقدم الإسلام يدعم بقوة. ما نراه اليوم يمثل الجهود المشتركة لهذا الشعب العاقد العزم. في وسط المناطق السكنية بني مسجد المركز الإسلامي. هذه هي المدينة الواقعة على ضفاف بحيرة لاناو، مدينة يواصل سكانها حمل الصفات الشخصية لتراث الملايو الإسلامي. تقع مراوي على ارتفاع 2300 قدم فوق مستوى سطح البحر، فهي محمية من الأعاصير. إنها محور إقليم يعتمد على الزراعة كمصدر رئيس للدخل. التوغل حيث القرى. تعكس البيئة أجواء معيشة قروية يسودها النشاط الزراعي وتحيط بها الغابات الاستوائية. معروف أن هذا الإقليم الخاضع للحكم الذاتي للمسلمين يسهم بنحو 67% من إجمالي الناتج الزراعي في ميندناو. يشهد الغسق عودة المزارعين إلى حقولهم. هنا ينتهي العمل قبل حلول الظلام. يعلن الغسق انتهاء العمل. من هذا التل يمكن رؤية مدينة مراوي. في كل مرة يتحول فيها الغسق إلى ليل يمكن سماع أصوات المؤذنين المتعددة وكأنها تحيي بعضها البعض.
كلما أشرقت الشمس في ميندناو تجدد الأمل في مواصلة عملية تطوير الدين والثقافة. عند إشراقها يستمر الكفاح من أجل الإيفاء بمطامح المستقبل. جامعة ميندناو الحكومية جهد ناجح من قبل ماراوي عقب انتهاء الصراعات الدينية. الحكومة المركزية وممثل الحكم الذاتي الإسلامي نجحا في العمل معا لإنهاء النزاع الديني من خلال دعم مسيرة التعليم. في النهاية تم وبنجاح تأسيس جامعة ميندناو الحكومية عام 1961. اليوم يمكن لطلاب من كل الطوائف العرقية والأديان تلقي تعليمهم تحت سقف واحد. التعليم مجاني لطلبة المسلمين. ليس هذا فحسب، إنهم يحصلون أيضا على منح دراسية من الحكومة ومن بنك التنمية الإسلامي. وكذلك هناك فرصة لتلقي الدراسات العليا في الإسلام، إذ توجد هنا كلية للشريعة الإسلامية. بالإضافة للجامعة الرئيسة في ماراوي توجد 6 فروع أخرى لجامعة ميندناو الحكومية في كل أنحاء الجزيرة. رئيسة الجامعة الدكتورة سيتي نور ليلى إيميلي: هناك شح في الموارد المالية اللازمة لتطوير ميندناو، وهدف أيضاً هو في غاية الأهمية، يتمثل بتسهيل عملية دمج المجتمعات الحضارية الإسلامية منها خاصة بالمجموعة السياسية الوطنية. وبرأيي أن مثل هذا الدمج والانفتاح على الثقافة سيسهم في تطوير ميندناو. في مراوي أيضاً تم إنشاء مركز إسلامي. المشروع الأولي مول من قبل حكومة الملك فيصل عام 1973. حتى جامعة باهانغ الحكومية في ماليزيا ساهمت هي الأخرى من خلال رعايتها لمركز تعليم الأدب الملاوي. العمل في المركز استهل رسمياً في 31 مارس عام 1997. في هذا المبنى يجري العمل على إعادة اللغة المالاوية لمسلمي ميندناو. الدكتور حسن سانا الذي يحمل درجة الماجستير في اللغة المالاوية يشغل الآن منصب عميد ورئيس المركز الإسلامي والدراسات الآسيوية. في الوقت الحاضر يتم من جديد التحدث باللغة المالاوية في ميندناو. إنها اللغة التي كانت اللغة المشتركة أو اللغة الرسمية في منطقة جنوب شرق آسيا قبل مجيء الاستعمار. هذا هو الجسر الثقافي الذي سيعيد في المستقبل التراث المسالم الذي كان فيما مضى العرف السائد هنا. ليس من المستحيل أن تتحول هذه المنطقة ذات يوم إلى منطقة متطورة ذات ثقافة تروج للسلام، تضع وراءها كل ذكريات حروب الماضي. جيل الشباب الميندناوي بدأ يتذوق بذور السلام بعد كل سنوات الحرب الأهلية. ما هو واضح رغم ذلك هو أن ماراوي مميزة لأن سكانها نجحوا في الدفاع عن التراث الإسلامي حتى أثناء فترات الحرب. هذه المساحة التعليمية المتواضعة لا تمثل عامل الحسم للسكان، فقد اضطروا سابقا إلى مواجهة حرب من أجل الدفاع عن الملايو والإسلام. لم تكن موضع احترام لتطورها المتواضع، بل للروح المعنوية لسكانها الذين نجحوا في إيصال مهمة السلم إلى الألفية الجديدة. Number 27.